بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب المدخل لدراسة القرآن للشيخ محمد أبو شهبة عليه رحمة الله تعالى. وكنا وقفنا عند جمع القرآن بمعنى كتابته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في المرة السابقة عن جمع القرآن بمعنى حفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن حيث وعده ربه سبحانه وتعالى بأن يجمع القرآن في صدره وأن يفهمه هذا القرآن، في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الكتاب للصحابة رضي الله عنهم كما أنزل عليهم من ربه، وأقبل الصحابة رضي الله عنهم على حفظ هذا الكتاب، فاعتنوا به عناية شديدة، فحفظوا الكتاب وتعلموا أحكامه، وحفظه الرجال والنساء، وجمعه عدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نتحدث عن طريق آخر من طرق توثيق النص القرآني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق هو طريق التوثيق بالكتابة. والتوثيق الكتابي طريق مساعد، بمعنى أن الأصل في الحفاظ على القرآن أن يحفظ هذا الكتاب في الصدور، ثم يأتي بعد ذلك كعامل مساعد التدوين في السطور. التدوين في السطور نقول هو عامل مساعد، لأن اكتفاء أوراق الدنيا كلها أو عدم وجود الأوراق من الأساس لا يعني اختفاء القرآن، لأن القرآن في صدور الحفظة. الله عز وجل يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن باق في صدور الذين أوتوا العلم وإن اختفت الأوراق، ومع ذلك فنحن نأخذ بالأسباب كما أخذ بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكتب القرآن في المصاحف وفي الأوراق كباب من أبواب مزيد العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بكتابة القرآن، ولم يكتفي بحفظ القرآن وإقرائه لأصحابه، ولم يكتفي بحفظ الصحابة للقرآن، بل جمع صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الكتابة والتقييد في السطور. واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يكتبون الوحي، كان منهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا علي بن أبي طالب، وأبان بن سعيد، وخالد بن الوليد، ومعاوية بن أبي سفيان، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب،
وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رضي الله عنه ورحمه الله: فكان إذا نزل على النبي من الوحي شيء دعا بعض من يكتب فيأمره بكتابة ما نزل وإرشاده إلى موضعه وكيفية كتابته على حسب ما كان يرشده إليه أمين الوحي جبريل. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه الآيات يأمر الصحابة بكتابة الآيات التي نزلت عليه، وكان يأمرهم بموضع هذه الآيات، وكان يعرفهم بموضع هذه الآيات أيضا، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: ضعوا هذه الآيات في سورة كذا عند قوله تعالى. روي عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت عليه سورة دعا بعض من يكتب فقال: ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر فيه كذا وكذا. وعن زيد بن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. قال البيهقي: يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المفرقة في سورها وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يؤلفون القرآن من الرقاع، بمعنى يجمعون القرآن من الرقاع، لأن الرقعة إذا تصورتم شكلها التي هي جلد أو قماش أو ورق، يعني كم آية ستأخذ الرقعة؟ الرقعة قد تأخذ 4 آيات 5 آيات. فلذلك كان يسهل وضع الآيات الجديدة بين الآيات القديمة، كأنك هتحط بالضبط ورقة في وسط عدد من الأوراق. وإذا كانت الآيات النازلة بين آيات مكتوبة في وقعة واحدة، فكان يسهل محو الآيات وإعادة كتابتها بعد ذلك. يقول: ولم تكن أدوات الكتابة ميسرة. أدوات الكتابة كانت يعني بدائية جدا في ذلك الوقت، فلذلك كانوا يكتبونه على حسب ما تيسر لهم في الرقاع والعسب والأكتاف واللخاف والأقتاب. هذه هي أدوات الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يكتبون القرآن في العصب والرقاع والأكتاف واللخاف والأقتاب وغير ذلك. طبعا الرقاع جمع رقعة، الرقاع جمع رقعة، وهي جلد الحيوان. وقد تطلق الرقعة على القطعة من القماش. أما العسب فجمع عسيب، وهو جريد النحل. كانوا يقشطون الخوص، يجيب كده الخوص يقشطه ويكتب عليه. والأكتاف كانوا يكتبون على الأكتاف. ما هي الأكتاف؟ جمع كتف، وهي العظام العريضة من أكتاف الحيوان كالإبل والبقر والغنم. طبعا أنتوا حضراتكم عارفين إن عظام الأكتاف عريضة شوية، فيمكن الكتابة عليه بخلاف بقية العظام الموجودة سواء في الإنسان أو الحيوان. وكانوا يكتبون أيضا على اللخاف، اللخاف بكسر اللام جمع لخفة، اللخاف جمع لخفة، وهي الحجارة الرقيقة. كانوا أيضا يأتون بالحجارة ويرققونها، يعملوا الحجارة شرايح
ويكتبون عليها. كانوا يكتبون أيضا على الأقتاب، والأقتاب وهو الخشب بعير يركب عليه. طبعا إذا تأملتم حضراتكم في هذه الأدوات جميعا ستجدون أنها أدوات بدائية جدا من ناحية، من ناحية تانية ستجدون أن المسلم عشان يكون عنده مثلا سورة البقرة، يعني أنا متخيل مثلا سورة البقرة مكتوبة على هذه الأدوات، أعتقد أن مساحة سورة البقرة حتى تكون عند مسلم واحد ستكون كبيرة جدا، يعني مش أقل من متر في متر مساحة. مثلا لو عندك غرفة مثلا عشان تقرأ البقرة 4 5 آيات، كل 4 5 آيات على حاجة من الحاجات دي هتاخد مساحة كبيرة. فلذلك العملية يا أخوانا لم تكن ميسرة على الصحابة رضي الله عنهم ولا على كتبة الوحي. لذلك أيضا نفهم السر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كتابة السنة في بداية الأمر حتى لا تختلط بالقرآن، ثم أذن النبي لبعض الصحابة بكتابة السنة، ثم أذن إذنا عاما بعد ذلك. فليه النبي قالوا عمل كده؟ قالوا العلماء إن من الأسباب التي دعت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعل ذلك عدم تيسر أدوات الكتابة. فإذا توفرت أدوات للكتابة أولى أن تكون هذه الأدوات موجهة لكتابة القرآن، والسنة محفوظة في صدور الرجال والقرآن محفوظ في صدور الرجال، لكن القرآن أولى، لأن يعني القرآن هو النص الأصلي. السنة شارحة وموضحة للقرآن، السنة بمثابة المذكرة التفسيرية بلغة القانونيين للقرآن، وبالتالي العناية بالنص الأصلي هي التي لها الأولوية. قال على حسب ما تيسر لهم في الرقاع والعصب والأكتاف واللخاف والأقتاب ونحوها، وقد كان القرآن كله مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مفرقا، وكانت كتابته بالأحرف السبعة التي نزل بها. إذن ما من شيء ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمر أصحابه بكتابته، بحيث نقول إن القرآن كله كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن كله مكتوب، مكتوب بين يديه وأمامه صلى الله عليه وسلم. وأما الصحابات فقد كان بعضهم لا يكتب القرآن اعتمادا على الحفظ وسيلان الأذهان كما هو شأن العرب في حفظ شعرها ونثرها وأنسابها. طبعا تخيلوا معي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن دعا الصحابة رضي الله عنهم لكتابة القرآن، هل كان الصحابة يكتفون بهذا المكتوب؟ لا. إيه اللي كان بيحصل؟ اللي كان بيحصل إنهم كانوا بينقلوا من بعض، يعني فلان أنت كتبت اليوم مثلا عمر بن الخطاب بن كتبة الوحي كتب الآيات الجديدة التي نزلت على رسول الله اليوم. الصحابة كانوا بيعملوا إيه؟ أنا أتوقع إن بعضهم هياخد النسخة بتاعة سيدنا عمر وينقل منها حتى تكون عنده نسخة مكتوبة، وهنتوقع مرة أو مرتين أو ثلاثة ويحفظها من نسخة عمر، فإذا أو يسمعها من عمر مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى يحفظها. وهكذا تتفاوت همم الصحابة واهتماماتهم رضي الله عنه. فإذا خلاصة الأمر هنا أن الصحابة كان بعضهم لا يكتب وبعضهم كان يكتب،
الذي كان لا يكتب كان لا يكتب اعتمادا على الحفظ وسيلان الأذهان الذي هو شأن العرب. يعني العرب أمة حباها الله سبحانه وتعالى بقوة الحافظة تهيئة لها على حفظ هذا الدين الذي أراد الله أن ينزل فيهم. فلذلك لا نتعجب من بقاء القرآن حيا في صدور الصحابة، ولا نتعجب من بقاء السنة في صدور الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى دونت تدوينا عاما في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، دون أن يضيع شيء من الدين، والحمد لله رب العالمين. كيف حصل هذا؟ حصل هذا بالمؤهلات والمهارات التي حوى الله سبحانه وتعالى بها له. وبعضهم كان يكتب ولكن كان مفرقا. طبعا لا يشترط أن كل صحابي لما تنزل آيات جديدة على النبي صلى الله عليه وسلم ياخذها ويرتبها في مكانها، لكن هو بيعتمد على ترتيبها في ذهنه هو. يعني يمكن أن توضع الآيات مثلا في مكان في بيته أو كذا مفرقة، لكنها مرتبة أين؟ في ذهنه هو. بعض الصحابة كانوا بيعملوا، بعض الناس يجيب النسخة اللي بيحفظ فيها وبعدين يقعد يكتب بعض الملاحظات على هامش المصحف. الصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك، كانوا بيعملوا إيه؟ كان الواحد منهم ربما يكتب في نسخته بعض الأسباب النزول، بعض الآيات المنسوخة في التلاوة، بعض المعاني، بعض الفوائد اللي استفادوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. لذلك لما هيجي بعد كده سيدنا عثمان بن عفان علشان يحفظ المصاحف عن الزيادة والنقصان هيعمل إيه؟ هيأمر هؤلاء الصحابة وهيأمر غيرهم إنهم يمسحوا من القرآن كل ما ليس بالقرآن، بحيث يكون التفسير، المعاني، أسباب النزول، منسوخ التلاوة إلى آخره ليس في المصحف حتى لا يختلط المصحف بغيره. وخلاصة القول أن القرآن كله كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مفرقا. إذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا نزلت عليه الآيات كان يدعو الصحابة رضي الله عنهم لكتابة هذه الآيات، ثم ينقل الصحابة بعضهم من بعض أو يحفظونها، لكن هذه الصحف كانت مفرقة لم تكن مجموعة في مصحف واحد. فكان فلان عمر مثلا عنده سورة أو سورتين أو بعض السورة، بقية السورة عند أبو بكر، بقية السور المكتوبة عند فلان، بقية السور عند فلان، لكن كله موجود وكله كتب بين يدي النبي، والاعتماد الأساسي على الحفظ من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كتب بعض الصحابة القرآن أو ما تيسر لهم منه، وإن لم تبلغ كتابتهم في الوصول تبلغ ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بعض الصحابة زي ما قلنا كان يعمل إيه؟ يكتب، لكن ما كانش بيكتبه بين يدي النبي، لكن كان بيكتبه مثلا ينقل من المكتوب بين يدي النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الآيات، دعا الصحابة كتبوها أمامه. هذا المكتوب أمام النبي صلى الله عليه وسلم له قيمة أعلى في التوثيق. طيب القيمة الأقل فين؟ فيما كتب في الدرجة الثانية بعد ذلك، فيما كتب منقولا عن هذا الذي كتب بين يدي النبي. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كتابة القرآن دون السنة. في صحيح مسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو. طبعا الناس اللي بيدرسوا تاريخ تدوين السنة يعرفوا أنه هذا النهي النبوي كان في بداية الأمر حتى لا يختلط القرآن بالسنة، أو حتى يستطيع الصحابة تمييز أسلوب القرآن عن أسلوب السنة النبوية. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الصحابة
بكتابة السنة، ثم أذن إذنا عاما بكتابة السنة، وهكذا. إذا كان الغرض هنا ألا يختلط أسلوب القرآن بغيره مع عدم توفر أدوات الكتابة. وطبيعي أن المكتوب في هذا العهد لم يكن مرتب السور والآيات ضرورة التفريق في العصب والأكتاف والرقاع، فكانت السور غير مرتبة، كانت الآيات غير مرتبة. لاحظوا هنا يا جماعة إن إحنا بنتكلم عن التوثيق الكتابي، فعلى مستوى التوثيق الكتابي نعم لم تكن الآيات مرتبة ولا السور مرتبة، ولكن على مستوى التوثيق الشفوي كانت بالطبع مرتبة السور والآيات، وإلا كيف كان الصحابة يحفظون القرآن؟ كيف كانوا يحفظون؟ هل يحفظون من غير ترتيب؟ زي الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون في صلواتهم. فإذا مهم جدا 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 من هنا لبكرة أن نميز بين نوعي التوثيق حتى لا يختلط علينا الأمر، لأن هذا باب عظيم من أبواب الضلال. ضلال بعض المستشرقين أو كثير من المستشرقين وبعض الباحثين العرب اللي منهم أزاهرة للأسف لا يفرقون بين نوعي التوثيق، فيقولوا كده هو بإطلاق القرآن لم يكن مرتب الآيات والسور في عهد النبي. يا أخي إذا قلت هذه العبارة فينبغي أن تبين، نعم لم يكن مرتب الآيات والسور كتابة مكتوبا، لكنه في صدورهم مرتب، لكنه في صلواتهم مرتب. حتى يعني لأن الكلام ده خطير، سر خطورته إيه؟ ما سر خطورة هذا الكلام؟ إنك هتقول إنه الذي رتب الآيات والسور الصحابة أو جه سيدنا عثمان هو اللي رتب، هذا الكلام غير صحيح. فإذا كان النبي يقرأ في صلاته وكان الصحابة يقرؤون في صلاتهم، والصحابة كانوا يأخذون القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤونه على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذا معناه إن القرآن كان مرتب شفويا، لكنه كان غير مرتب كتابة، يعني أوراق كأنه كده في أوراق متناثرة عندي على المكتب، لكن أنا في دماغي أعلم ترتيبها، لو فضلت لها هرتبها كويس. ليه ترتيبها فين؟ في دماغي. لكن مش معنى إن أوراقي على مكتبي متناثرة إنها كذلك في دماغي، لا. الواحد فينا بيحط أوراقه على مكتبه في أوراق متناثرة غير مرتبة لكنها مرتبة في ذهنه، ينتظر الواحد منا حتى يفرغ لها ثم يرتبها. فكذلك الأمر، كان القرآن مرتبا في صدور الصحابة وفي قلوبهم، لكنه كان مفرقا بينهم ولم يكن مرتبا لأسباب كثيرة تتعلق بطبيعة البيئة العربية، تتعلق بعدم تيسر أدوات الكتابة إلى آخره. طيب، وليس معنى هذا أنهم كانوا يقرؤونه مرتب الآيات على حسب ما أوقفهم عليه الرسول بإرشاد جبريل عليه عن رب العالمين وعلى ما هو عليه اليوم. يبقى ليس معنى ده، معنى كلام الشيخ، عدم ترتيبه في المكتوب أو عدم ترتيبه كتابة ألا يكون مرتبا في صدورهم أو ألا يكون مرتبا في تلقيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال هنا، لماذا كتب القرآن ودون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا دون القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأسباب كثيرة، أهمها كتب القرآن حتى يعاضد ويساعد المكتوب المحفوظ، بحيث تتوفر للقرآن كل عوامل الحفظ الممكنة، ولهذا كان المعول عليه من الجمع الحفظ والكتاب. لما جمع بعد ذلك في عهد أبو بكر عولوا على الأمرين، المحفوظ في الصدور والمكتوب في السطور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم،
السبب الثاني تبليغ الوحي على الوجه الأكمل، لأن الاعتماد على حفظ الصحابة حسب غير كاف لأنه عرضة للنسيان أو الموت، أما الكتابة فباقية لا تزول، وإنما لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد بما يسر. طيب، يبقى إذن ده رأي الشيخ، إنه من ضمن الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يكتب القرآن أن يعاضد كما قلنا وأن يبلغ على الوجه الأكمل. فكرة أن الصحابة ممكن ينسوا ده إذا نسي بعضهم، فالبعض لم ينسى، ده سبب صراحة ضعيف ذكره الشيخ. طيب، السبب هنا أو الأمر هنا إنه اللي حصل بعد ذلك إنه الذي جمع القرآن بين دفتين كان سيدنا أبو بكر الصديق. ومن هنا يأتي السؤال، لماذا لم يفعل النبي ذلك؟ ليه ما كانش فيه مصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه كان القرآن مفرق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما كانش فيه مصحف واحد؟ يقول هنا وإنما لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في مكان واحد لما يأتي. هناك أسباب لعدم جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي باستمرار، ما كان يترقبه النبي من تتابع نزول الوحي ونزول بعض آيات ناسخة لبعض أحكامه وألفاظه. إذا كان الوحي ينزل، فإذا جمعنا القرآن في مصحف ثم بعد ذلك أعدنا ترتيب المصحف كله مرة ثانية ثم محونا بعض الآيات وفقا للمنسوخ، فإذا العملية ستكون شاقة. إذا كان عندك مصحف خلاص ركبته ثم بعد ذلك كل شوية تزيد عليه أو تمحو منه، فهذه عملية شاقة. فلذلك كان الأيسر أن يكون متفرقا، بحيث إذا كان عندنا رقعة مثلا فيها 4 آيات نسخت منها آية، فسهل أن أنا أمسح آية. عندنا مثلا آيات جديدة نزلت، خلاص هنكتبها ونضمها للمجموعة اللي عندنا دون أن ننزع أوراق من المصحف ثم نضع أوراق أو نضع أوراق بين الآيات أو نضع آيات بين الآيات ونحو ذلك. فهو كون مفرق هكذا كان هو الأيسر وموافق لهذه البيئة العربية التي لم تكن تعرف الكتابة. السبب الثاني في عدم جمع النبي القرآن في مصحف واحد، ترتيب آيات القرآن وسوره لم يكن على حسب النزول، بل كان على حسب تناسب الآية وترابطها، وقد تنزل الآية أو السورة بعد الآية أو السورة وتكون في ترتيب الكتابات قبلها. السبب برضو مهم، إن القرآن ما كانش بيرتب حسب النزول، يعني الآيات اللي نزلت النهاردة هتكون بعد الآيات اللي نزلت امبارح، والآيات اللي هتنزل بكرة هتكون بعد الآيات اللي نزلت النهاردة. لا، لم يكن الأمر كذلك. ربما تنزل آيات اليوم على سبيل المثال وتوضع بعد آيات نزلت أو قبل آيات نزلت من سنتين. إذن أيضا هذا نفهم من خلاله السر في عدم جمع القرآن في مصحف واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلو كتب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله في مكان واحد والشن كما ذكرنا لكان عرضة للتغيير والإزالة والكشط والمحو، وقد تكون كتابته في موضع واحد متعذرة إن لم تكن مستحيلة في كتاب نزل منجما في 20 سنة فلما انقضى الوحي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأمن النسخ وعرف الترتيب ألهم الله سبحانه الخلفاء الراشدين فقاموا بجمع القرآن في الصحف كما حدث في عهد الصديق. إذن ليه القرآن جمع في عهد الصديق؟ إنه لن ينزل وحي بعد ذلك. لماذا لم يجمع في مصحف واحد في عهد النبي؟ لأن الوحي ما زال يتتابع وينزل، ومن ثم هناك تغييرات باستمرار كما حدث في عهد الصديق رضي الله عنه في المصاحف كما حدث في عهد عثمان رضي الله عنه. وهكذا نرى أن كتابته مفرقا في العهد النبوي
ضرورة لا محيص عنها. وبهذا نكون قد أنهينا كتابة القرآن وتوثيق النص القرآني بشقيه، محفوظا في الصدور ومسطورا في الأوراق في السطور، مكتوبا في السطور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ المرة القادمة إن شاء الله بجمع القرآن في عهد الصديق أبي بكر رضي الله عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.